حليمة العمراني حسن سويهب نائب رئيس مقاطعة مصلطان. اليوم كما كتشوفوا ان هذا حفل في منطقة مقاطعة مصلطان مناسبة ذكرى عيد الاستقلال، انه عندنا فرحة كبيرة انه الحمد لله تم تدشين ديال واحد المركب تجاري اللي خاص بالجزارة والشواء لفائدة الناس اللي كانوا في واحد الوضعية اللي هي هشة من ناحية البناية ديالهم ومن ناحية مناطق المسائل الصحية. إذن اليوم احنا نجحنا كمجلس ديال هاد المقاطعة على انه نخرجوا هاد المشروع لحيز الوجود ويستفدوا منه الناس اللي كانوا في هادوك الحالة الرتة اللي كانت من قبل، باش يلعب هاد المشروع الدور ديالو التجاري في المنطقة، لأنه منطقة عندنا تجارية، ويلعب تا هو الدور ديالو لفائدة الساكنة. وهذه اليوم الجديد في هاد المشروع هو انه اتخاذ واحد القرار أولي ديال إحداث واحد في هذيك الساحة اللي غادي تهدم، غتهدم لويت. إذن لويت إن شاء الله غادي يكونوا الناس خواو ودخلوا المحلات ديالهم، وهذاك الشيء اللي كان عشوائي تما عندهم غادي يتهدم. وإحنا الآن اتخذ القرار لأنه يكون فيه مبض عمومي من دو سوسول. الآن إحنا تنفكروا في الإمكانيات المالية اللي غتوضعها إشارة هذا المشروع هذا، وإن شاء الله إلا نجزنا هذا تا هو غتكون واحد اللبنة أساسية في سيو الجولان وفي مشكلة المرابط العمومية اللي هي فيها نقص كبير في المنطقة. إذن احنا فرحانين كمجلس بهذا الصرح التجاري اللي اليوم الحمد لله غادي يعطي واحد رونق وواحد الجمالية لهذه المنطقة. السلام عليكم، معكم أيوب مقري، تقني في شركة مية خابو اللي استلمت المشروع ديال إعادة تهيئة مشروع مساحة سيدي محمد بن عبد الله. بالنسبة لمدة الإنجاز كانت 10 أشهر، تم إنجاز فيها المحلات ديال الجزارة والمشاوي اللي كيتكونوا من 31 محل بالنسبة للجزارة و9 محلات المشاوي وزائد مرافق صحية. هذا بالنسبة للخطوة الأولى. بالنسبة للخطوة الثانية دابا غتم هدم المحلات اللي كانوا وغادي دار في الأماكن ديالهم ساعات خضراء اللي هي كيكون فيها يعني كيف ما تنقولوا الحلقه المغربيه. بالنسبه يعني واش كتشوف شي مشاكل مع يعني الباعه انهم دابا ميجاو يشوفوا يعني المحلات ديالهم واش قالوا انه صغير ما بغاوش؟ بالنسبه حنا هذاك الشيء اللي عندنا في التصاميم هو اللي كنحتارمو، اما بالنسبه للجزاره يعني راه نورمالمون حنا حتى احترمنا داك الشيء اللي عندنا في المشروع ديالنا راه احترمنا. هيد هيد يا حمزه هيد.